هل كل الشعائر شعائر؟ شوفوا إخواني، 90% من الشعائر متفق عليها، ربما في اختلاف في بعض الشعائر الأخرى. خلونا نتفق على هذه 90% ونتواصل مع الآخرين في هذه 90%. فيما اختلفنا فيها من الشعائر كل واحد يرجع للمرجع ماله، مثل ما أكو اختلاف في التسبيحات الأربعة في الصلاة، هل تكفي واحدة أو ثلاث مرات في الركعة الثالثة والرابعة، كل واحد يرجع للمجتهد والمرجع. لكن بشكل عام ما اصطلح عليه بالشعائر الحسينية مثل إقامة المجالس، مثل اللطم، مثل الزنجير، مثل الخروج إلى الشوارع، هذه شعائر حسينية متفق عليها. وأنا أعتقد أن أعظم الشعائر اليوم زيارة الأرواح، وأنا أعتقد أن أعظم الشعائر اليوم زيارة الأرواح، أعظم الشعائر على الإطلاق. مجرد حضور الناس في هذا المكان كأنهم يقولون لن يبقى الحسين وحيدا بعد اليوم، لن تبقى القيم التي نادى بها الإمام الحسين غريبة بعد اليوم، لن تؤسر زينب بعد اليوم. أبا عبد الله، نصلي بصلاتك، نحج بحجك، نصوم بصومك، ونتخلق بأخلاقك. هذه أكبر شعيرة من الشعائر الحسينية.